أهلا بكم في متداول. نبدأ الآن حلقة جديدة ومشوار جديد في متداول مع مجموعة جديدة من الأحداث والقصص والفيديوهات الرائجة والهاشتاغات المتداولة أيضا على منصات السوشيال ميديا. نبدأ بالعناوين. أخلاقيات ما عدكم، مشادة كلامية بين نائب ومنتسب في العمارة لرقصهم على أغنية وينك صدام، التحقيق مع موظفين في النقل. بظروف غامضة مقتل شاب وفتاة أثناء توجههما لعقد القران. تدرين إيش صار وراك؟ عراقي يرثي زوجته ويبكي عند قبرها. تداولت منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه سيدة عراقية قيل إنها نائب في البرلمان العراقي بحسب مصور مقطع الفيديو وما تم تداوله. طبعا تظهر السيدة النائب وهي توبخ منتسبا أمنيا في إحدى سيطرات العمارة محافظة ميسان بسبب خلاف بخصوص إغلاق الطريق على أصحاب المركبات والمارة. وحينها برر المنتسب أنه ينفذ قرارات قائد العمليات ويطبقها بحسب الأوامر العسكرية، في حين رفضت السيدة النائب هذا الإجراء بالإضافة إلى انتقادها أسلوب وطريقة المنتسبين العسكريين في التخاطب معها. وكان تصوير وتوثيق ما حصل متبادلا من قبل الطرفين. هددت السيدة النائب بعرض مقطع الفيديو هذا وما حصل على البرلمان العراقي، وقالت بالحرف الواحد قيادة العمليات والضباط الوية وانتم كلكم أخلاقيات ما عدكم. لنتابع ما الذي حصل من المشادة في مقطع الفيديو المتداول. هاي الست النائبة فتحت الطريق وتجاوزت علينا. بعد هو هاي أخلاقهم يضربونا بالطابوق، شو نسوي لهم أهلا؟ احنا نسيت على الاطفال، احنا مو ضدكم، احنا ما جايين ضدكم ست، احنا مو عيب علينا، احنا نتبع الاوامر العسكريه، احنا مو ما يمنع، احنا هذا اللي عندنا غير اوامر عندنا. مو اصوريش، انا حصل نفسي ست، نفس ما انت قاعد تصورين انا حصل نفسي. قائد عملياتها لقينا بهذا الشخص ما يظل بالعماره بعد مستحيل. والله ست احنا التصوير مالكم وراح يوصل للبرلمان اول باول وعرضه بالشاشه، ورد اشوف قائد عمليات شلون يضرب وطالعه بيان على قائد عمليات وعلى الضباط الويا كلهم ما بيهم خير ولا واحد يحترم نفسه. احنا ست ما بدينا شيء. بديكم؟ لا مو بدينا، لا ما بدينا. اخلاقيات ما عندك. رحم الله والديك، ممنون منك. رحم الله والديك، ممنون منك. مو اصورك، بس انت قاعد تتجاوزين علينا. هاي. رحم الله والديك، ممنون منك، هاي اخلاقك ست. احترم نفسك. انا محترم نفسي. ما عندك. رحم الله والديك، ممنون. شكرا لحضرتك. اخلاقياتك. شكرا. هاي رحم الله والديك، ممنون منك. هاي ست النائبة جاوزت علي وعصيتها. المنتسب شكى في الفيديو من تجاوز السيدة النائب عليه، ولم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذا الخلاف بين الطرفين بين الجانبين. حاولنا التواصل مع مكتب السيدة النائب لكن لم نتواصل لرد حتى الآن للأسف من أجل توضيح ما جرى، في حين نؤكد على أن حق الرد مكفول لكل الأطراف في توضيح تفاصيل ما جرى بعد انتشار الفيديو طبعا على البيجات والمنصات المحلية وتداوله بكثرة. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء المتداولة والمكتوبة على منصات التواصل كانت كالتالي. نبدأ من تعليق كتبه حيدر. يقول حيدر في تعليقه: العراق دولة داخل دولة داخل دولة وأحزاب وعصابات وعشائر ودولة ضباط ومسؤولين وكلهم قادرين على الفقير. عاشت إيد النائبة الداخلية والدفاع، قانونهم فقير على المواطن الفقير ويطبق القانون 100%. أيضا هناك مداخلة وتعليق مكتوب من مصطفى الغزي يقول: الدولة ضربت الدولة
وجدت الدولة صورت الدولة، ردت الدولة بتصوير للدولة، والدولة سادت طريق على الدولة، اجت الدولة تفتح الطريق للدولة، وحاليا صاير تعادل بالتصوير. هناك ايضا مداخلة من شذا كريم، هسه هي شنو اللي مقدمته للبلد على اساس مسوية فضل على الشعب اللي يسمعها تحكي يقول هاي معمر العراق، والله احنا لو بينا خير كان ما بقيناكم بالمناصب. هناك ايضا مداخله من سيروان لقمان يقول يعني الكل يعرف شنو تصرف بعض المنتسبين بالسيطرات والاستفزاز اللي بيه للاسف، وبعدين شنو موضوع التصوير؟ كل شيء وطلعوا الكاميرا وصوروا، ترى المفروض اكو كاميرات مراقبه، وهذا استفزاز وحقها النائبه تهدد بيه. هناك ايضا مداخله من شمس حسين، مو كل شيء يندب براس المره النائب، مو دفاعا عنها، بس الله أعلم شنو من حكي سمعوها، وواضح الاستفزاز بالتصوير. أي واحد أي إنسان يصير عصبي ويصير عنده رد فعل على هذا التصرف. تعليق من ريم، هي صح ما لاحقت تجاوز القانون، لكن العمليات هم عليهم سوالف، يعني ما يتذكر يقطع الطريق بس وقت الدوام ويخلي الناس كلها تنتظر وتتأخر على دواماتها، وهذا الشيء كلش هواي بالبصرة، بس الجنود ما لهم ذنب. حفل في الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية يثير الصخب والضجة في منصات التواصل الاجتماعي، يستفز قادة ومسؤولين ووزارات أيضا، فما الحكاية؟ هناك فيديو متداول يبدو أن هناك من تعمد نشره وترويجه عبر الإنترنت لإثارة البلبلة، اللغط، الجدال. الفيديو باختصار مجتزأ من احتفالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، ويظهر في الفيديو عدد من الموظفين وهم يرقصون دبكة تشوبي على أنغام أغنية تمجد بالرئيس رئيس النظام السابق صدام حسين. أغنية صاح العراقي نادي وينك صدام صقر العرب محكوم إعدام. كلمات هذه الأغنية أوقعت الشركة ومن ظهر في مقطع الفيديو ووزارة النقل أوقعهم جميعا في ورطة، حيث لاحقتهم الكثير من الاتهامات واللغط والتفسير أيضا لما حصل والانتقاد. ما دفع الوزارة للخروج عن صمتها؟ سارعت بفتح مجلس تحقيقي عاجل بسبب ما جرى في تلك الاحتفالية، كما أن مدير الشركة والآخر أيضا خرج للرأي العام وندد ووضح حقيقة الأمر وسبب تشغيل هذه الأغنية بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قد أقامت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في الأمس حفلها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، وقد حضر هذا الحفل كبار قادة الجيش ومستشاري دولة رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي وغيره. إلا أن بعد نهاية الحفل وتوديع الضيوف الكرام بساعات عدة، ظهر فيديو ودبكة تمجد بالطاغية المقبور صدام. تنأى الشركة ووزارة النقل بنفسها وتندد بأشد عبارات التنديد بهذا المقطع، ونعاهد بلدنا الحبيب حكومة وشعبا أن نبقى سيوفا له ضد أعدائه والطغاة كافة، وأن نكون دائما بخدمة الوطن الحبيب، ندير الأجواء بأيادي وطنية مخلصة
ونسعى دوما لجعل العراق الممر الآمن لعبور الأجواء. الدكتور عباس البيضاني مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية. وفقا للقانون العراقي يعتبر ما حصل تمجيدا بالنظام السابق، ويعتبر هذا مخالفة وجريمة يحاسب عليها القانون. فسابقا أعلن جهاز الأمن الوطني عن اعتقال 99 شخصا بجريمة الترويج لحزب البعث ونظامه ورموزه، كما أعلن عن اعتقال 55 شخصا خلال شهر أكتوبر الفائت فقط. هناك عدد من الكومنتات والتعليقات أفرزت هذه الواقعة، اخترنا لكم منها هذه النماذج التي ستظهر من خلفي على الشاشة. نبدأ من محمد، يقول محمد في تعليقه: أين أنت يا وزير النقل؟ هذول يلعبون بكيفهم والفقراء ما حد بحالهم، ليش هيك؟ خلي يفتحون تحقيق ويعاقبون المشغل، مشغل الأغنية، منو اللي حط هيك أغنية؟ تريدون ترقصون ارقصوا، بس مو إلا على أغنية تمجد صدام. تعليق من حامد: هاي إذا بالعراق كارثة تستلمون ملايين الدنانير كرواتب، أما صدام كان مخليكم بالضيم، راتب الموظف ما يساوي طبقة بيض. تعليق من علي جليل: هذه الأفعال مقصودة للنيل من الشركة العامة للملاحة الجوية، كونها شركة وطنية تمثل سيادة العراق وسلطته على أجوائه، وبالتالي المقصود منها هو ضرب كل ما هو وطني وشريف. أيضا تعليق من امرأة أنتيكة تقول: يا أبا وحق هذا الله صدام مات، لا تخافون من شجاكم. أيضا تعليق من سوسن: صدق كذب، هاي معقولة مشغلين أغنية وبيها صدام؟ أنتوا ما تعرفون ذكر اسمه؟ خط أحمر، بلش جابكم وورطتوا نفسكم وجدكم التهمة عالجاهز، انتو ناقصكم. ولنكون منصفين، احتمال الموظفين تفاجأوا بالأغنية ما كان عندهم علم بيها. وسام الموسوي: وهاي الناس الفقراء اللي كلهم أصحاب عوائل وتعبت وخلصت سنين بوزارة النقل، ما حد ينصف حقوقهم، وبالتالي الجماعة يمجدون بصدام. أيابا هزلت. اي والله. جريمة قتل مروعة تهز منصات التواصل الاجتماعي، تحدث ضجة واسعة ولغطا وجدلا في الشارع العراقي. فما الحكاية هذه المرة؟ في الساعات القليلة الماضية المواقع الإلكترونية والمنصات وكذلك وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده مقتل شاب وفتاة أثناء توجههما إلى المحكمة لعقد قرانهما. فالمسلح فتح وابلا من الرصاص أمامهما حتى أنهى حياتهما على الفور. أما من كان برفقتهما وقيل أنه محام، هو الآخر تعرض لإطلاق الرصاص وأصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج. هناك فيديو قصير متداول ورائج للعربة التي تم استهدافها، لنشاهد ما الذي حصل في الفيديو. في ظروف غامضة حتى اللحظة، لا تفاصيل أخرى أعلن عنها سوى أن جريمة القتل وقعت في محافظة ميسان وبالتحديد في قضاء قلعة صالح بالمحافظة. وعلى إثر ما حصل هرعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقا عاجلا بالأمر لمعرفة ملابسات القضية. ونحن بدورنا أيضا تواصلنا مع إعلام قيادة شرطة ميسان، أكدوا لنا صحة الواقعة وجريمة تلك، مؤكدين أن التحقيقات ما تزال مستمرة وسيصدر بيان رسمي في الساعات القليلة القادمة لتوضيح تفاصيل تلك الجريمة كاملة وأمام الرأي العام ومن هو الجاني في هذه القضية. فكيف علق المدونون وكيف كانت ردود الأفعال حول هذه الحادثة، هذه الجريمة هي ليست حادثة؟ نتابع ما جاء من تعليقات مكتوبة. نبدأ من أم مرتضى تقول في تعليقها:
ومرتضى كتبت فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خطية شنو الأسباب؟ يا ستار يا ربي بعد ما حد يسوي عقد أحسن، السالفة صارت تخوف. أيضا هناك مداخلة أخرى وتعليق آخر من ورد هادي، كل هذا سبب السلاح المنفلت، شنو هالاستهتار يا ربي بأرواح الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله ما كتلوا القاضي وحراس المحكمة. أيضا هناك تعليق من المحامية مريم جمال، خطية المحامي شنو دخله؟ إبراهيم العبيدي يقول انطوه يا وكالعادة يقولون لأسباب مجهولة أو لاذ القاتل بالفرار إلى جهة مجهولة، الله يرحمهم عرسان ورادة والحلال، شنو تكتلوهم هيك؟ هذا تخلف ويا ربي ما شايف. عانق قبرها كما كان يعانقها هي بالذات ويرتمي في حضنها وهي على قيد الحياة بلحظات قوته وفرحه وضعفه وعنفوانه، فموتها المفاجئ هزمه وكسره وجعله يعيش بين الحسرة والألم والوجع، فينادي باسمها ويصرخ غير متقبل لفكرة رحيلها عنه. قصة مؤلمة لرجل عراقي أدمت قلوب الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي، ثمة فيديو له وهو يخاطب زوجته التي دفنها بعد أن وافتها المنية إثر تعرضها لحادث سير مروع أودى بحياتها. ابنتي تحبني هي أمي، أمي تحبني تموت علي، ترى ما تزعل مني، ما تزعل مني، تقبل هي أنا موت أموت وراها، موت ترى أموت هدية إذا الله ياخذها ما أنت وأنا يمك وأنا أنت يمك، أنت بقلبي هدية حبيبة حبيبتي، قبلين أهلك ياخذونك مني وتبس أنت، والله تبس قبر تحكون على القبر يفترون عليك أنت حقلة وأنت أنت وبعدهم يفترون. هدية حبيبتي، حبيبتي أنا ما أريد فلوس، حبيبتي لا أريد فصل، سمعيني حبيبتي، أظل بش بش بالطاقات عاقزة وجيت يوميا حبيبتي. هدية أنا أحبك، تدري ليش قد احبك انا؟ ما تدري، وانت هاي ريحتك هاي، وانت ضمك بقلبي، وانت ضمك بقلبي، هدية حمود حبيبي، هدية حمود حبيبي، هدية 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 حاجيني، ما تحاجيني هدية ليش؟ زعلانة على حبيبك امجد، امجد امجد مو اريد اشي انقلب وياك بالسيارة، انقلب وياك امجد لو بدي اشي شايلك من الدنيا، امجد ما يخلي شي يروحك والله. هدية هدية اسمع احتاجت له لا قوم يمه امجد قطع القلب وجي هدية عمت عيني عليك يا يمه، يا هدية يا هدية يا حبيبتي، وجي روحي انت هدية، وجي هدية لسؤال الدنيا كلها ما يكفلني مثلك يا هدية، هدية سودنت هدية انت، انا امك انت امي، هدية راح اطيح هدية، فدوى رقبتك هدية، فدوى لخدودك هاي الحلوة، فدوى لحلقك هدية، ابو سياحة لك بعد هدية، يا حلقة بوسة وانت يا حلقة حق حلقك، وانت اشم من اشم من اشم من اشم من اشم منا غيرك انت يوم بنين يا الشريفة. هدية هدية سمعيني حبيبتي، أذيتك أنا بس مو بيدي، هسا أذيتك أنا، هسا أذيتك بس مو بيدي، هدية هدية حبك 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 فوق صعد فوق، ما أقدر بعد. هدية تدرين أنا هسا لو ميت محروق حرق وبالنار وأنت برا وتقول أقبل يمه، داعت الحسين أقبل يمه، حبيبتي لا تزعلين يمه، أحبها موت عليها
يما احبها يما تدري شنو حبها يما ما زعلني يما صدق حبيت بيا وطلبت بيا يما يا عزيز علي يما عسير هي اللي قلت لك لا تزعلني مني يما هاي هاي يا امي هاي يا امي هاي يا امي وشوفها. كان الله في عون هذا الرجل الذي يبدو متألما جدا على فراق زوجته بسبب الحادث. على العموم أيضا هناك من تفاعل وأبدى حزنه وتعاطفه مع هذا الرجل الذي يدعى أمجد والذي ظهر في مقطع الفيديو بوفائه وإخلاصه وحبه لزوجته، ومن خلال ما قاله سطر أروع معاني الحب والتضحية. أبى أن يفارق قبر زوجته التي كانت له سندا وأما وابنة وشقيقة وزوجة وصديقة وصندوق أسراره وشريكة حياته وملجأ أماله. أبى أن يتركها وحيدة في تلك المقبرة فجن جنونه، انهار كما شاهدتم بسبب مصابه وفراق زوجته واسمها هدية بسبب الحادث المروري الذي انتهى بفقدانها لحياتها وانتهى بهذه الفاجعة. هذا الفيديو انتشر كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي وأفرز الكثير من التفاعل وردود الأفعال والتعاطف مع حال هذا الرجل الذي فقد زوجته في الحادث، وكانت هناك تعليقات انتقينا لكم نماذجا منها. نبدأ من تعليق كتبه عمر العراقي. يقول عمر العراقي في تعليقه: أحسن الاختيار منذ البداية ليكون الوفاء هو مسك الختام. الله يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم زوجها وجهالها الصبر والسلوان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا هناك مداخلة من أبو أحمد: الله يعينك، شلون راح تعيش بتأنيب الضمير وهي ماتت قدامك وما قدرت تسوي لها شيء؟ يا عيني خطيئ. هذا هو الزوج الصالح والزوجة الصالحة. لهذا نرجع ونقول أحسنوا الاختيار والله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتها. هناك أيضا مداخلة أخرى من زمرد: اللهم لا تفجئنا بعزيز واجعل أيامنا قبل أيامهم يا رب العالمين. سبحان الله شنو من حب ووفاء شايل لها. كنت أقول كل الرجال خونة وتخون، بس أنت غيرت نظري والله أنت عملة نادرة إن قرضت بهذا الزمن، ماكو مثلك أبدا. أيضا تعليق من أم ريان تقول: أنت مثال لكل رجل مخلص ومحب، والله يا يما بكيت على بكيك. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويعطيك الصبر على فراقها. والله أني إذا متت ما أظن زوجي ينزل دمعة علي، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع برا وتفضح. هناك تعليق من ضوء العامري: أكيد فعلت المستحيل لإسعاد فعلت المستحيل لإسعادك، لذلك أحببتها لهذه الدرجة. الله يرحمها ويصبرك، كانت صابرة وياك على الحلوة والمرة، وعذرتك على كل ظروفك. الله يكون بعونك، هاي حال الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. من وقت لآخر أو على مدار 24 ساعة تنصب الكمائن ويطارد ويلاحق ويعتقل المتورطين في عمليات بيع وشراء وتجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في مدن العراق كافة. وفي مقابل ذلك تسيطر القوى المداهمة على الملايين وأعداد هائلة وكبيرة من تلك المواد. هنا وكالمعتاد يبرز السؤال الذي يحير ويشغل الغالبية، ومفاده أين تذهب تلك المخدرات التي تقع بيد القوات الأمنية؟ هل يتم بيعها أو المتاجرة بها مجددا بصفقات مشبوهة أم يتلفونها أم ماذا؟ المعتاد هو أن تتلف تلك المواد المخدرة طبعا في العراق وخارج العراق. هناك فيديو متداول في كركوك يوضح ويرصد في مقطع فيديو ما الذي يفعل بتلك الممنوعات وكيف يتم التعامل معها بعد رصدها وبعد القبض عليها وبعد مصادرتها. السادة القضاة، السادة ممثلي الدوائر ذات الاختصاص في بغداد، وزارة الصحة، ما كل وزارة الداخلية، كل
الجهات التي ساعدتنا في اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية الصحيحة في التخلص من نتائج آفة، وهي آفة مستفحلة وخطيرة على المجتمع وهي المخدرات. هذا العمل يدلل على أنه جهازنا الأمني والاستخباري ومديرية المخدرات في كركوك كان عملها واسع، وإلا لم يكن عملها واسع ودقيق، وتعاونها أيضا مع الأطراف المحيطة ما كانت هذه الكميات. مديرية المخدرات في كركوك دعمناها بكل ما تحتاجه، أيضا بنينا لها مصحة وجهزنا المصحة للمدمنين. اليوم أكثر من 14 طن وهناك 22 مليون حبة أو مواد للصناعات الأولية. هذا العمل التكاملي بيننا وبين الدوائر ذات الاختصاص في الحكومة المركزية أو ومع دوائرنا هو الطريق الصحيح لمعالجة مثل هذا الأمر. بالطبع مكافحة المخدرات آفة عالمية، مكافحة تحتاج تضافر جهود وأيضا تحتاج إمكانيات فنية وبشرية عالية بسبب رواج هذه المادة. احنا اليوم نشكر كل الذين حضروا من بغداد من الجهات ذات الاختصاص لمساعدتنا في التخلص بشكل قانوني ايضا وعلمي من هذه النتائج. بتاريخ 30/10/2023 تم انتقال اللجنة الوزارية الخاصة بإتلاف المخدرات والمثلات العقلية إلى محافظة كركوك لغرض التأكد من المواد المضبوطة من المواد المخدرة بعد صدور الأوامر القضائية بإتلافها واكتمال المدة القانونية الصحيحة. تبينت أن المواد بعد إجراء الفحص الطبي وتوزيع المواد تبين أنها هي عبارة عن حبوب الترامال وأيضا عن حبوب الأكتيفيت. تم إجراء الفحص الطبي والتأكيد المختبري من قبل ممثلين دائرة الطب العدلي، وتقرر إتلافها اليوم بالمادة المكان المخصص بالإتلاف بمحافظة كركوك. إتلاف أكثر من 14 طناً وحرقها وطمرها في كركوك كما شاهدنا، بتوجيه واتفاق وتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة العراقية وبحضور السيد المحافظ ولجان متخصصة قادمة من بغداد. تم إتلاف صناديق وأكياس كبيرة من المخدرات وحبوب المخدر البالغ عددها 22 مليون حبة مخدرة، بالإضافة إلى المواد الأولية التي تدخل في صناعتها وإعدادها وفق المادة 42 البند أولاً من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تتولى فيها اللجنة العليا إتلاف المخدرات السامة. فكيف كانت ردود أفعال الناشطين على تلك الواقعة وحرق هذه الكمية الهائلة الكبيرة من المخدرات؟ نبدأ من تعليق كتبه ليث حسين يقول في تعليقه: هاي السيارة صار تقريبا سنة من لزموها وهسه يحرقوها، لعد شقد راح منها لحد ما حرقوها. تعليق من أبو سجاد: جهود مباركة لأنكم خلصتوا المجتمع من هكذا سموم، كل التوفيق والسداد والنجاح الدائم إن شاء الله لكافة قواتنا الأمنية البطلة وللصحة ولكل من يسعى لجعل العراق سليم معافى من هيش مؤثرات خطيرة. هناك أيضا مداخلة أخرى من عائشة: لعد يقولون من يقبض على المجرمين يأخذون المخدرات إلهم ويبيعونها، بس طلعوا لا يحرقونها، زين اللي جاي يباع للنزلاء شنو؟ أنا أقول اقبضوا على الروس الكبيرة الفاسدة ولا ترحموهم. مهند يقول: إنجاز تاريخي ومهم إتلاف هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، العراق وشباب اللي بيه يكفيه وما ناقص مصايب، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص أو دولة تسعى لتدمير العراق. حرام عليكم، خربتوا البلد ودمرتوه، كافي. إذن هناك أيضا تعليق من شمس. إذن ننتقل إلى مجموعة القصص والأحداث المتبقية في مشوار اليوم المتداول، لكن نمر بالعناوين أولا. الطيران الصهيوني يقصف مدرسة بالفسفور الأبيض. طبيب فلسطيني يتلقى خبر استشهاد عائلته بالكامل بسبب القصف.
الفوسفور الأبيض محرم دوليا، لا يسمح باستخدامه في الحروب، وهو سلاح يحرق جسم الإنسان لا يبقي منه إلا العظام. واستنشاق الفوسفور لفترة قصيرة يهيج القصبة الهوائية والرئة، أما استنشاقه لفترة طويلة فيسبب جروحا في الفم ويكسر عظمه. وفي غزة هناك خرق جديد من الكيان الصهيوني المحتل. هذا الخرق الجديد خرق جميع الأعراف والاتفاقيات الدولية التي تحرم استخدام القنابل الفسفورية نظرا لخطورتها صحيا وبيئيا. وكشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استخدام القوات الصهيونية قنابل فسفورية لقصف مناطق مختلفة في قطاع غزة. وبحسب مصادر طبية فلسطينية أطلق الكيان أيضا العديد من القنابل الفسفورية. انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديوهات يقول ناشرها إنها تثبت استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض واستهدفت المدنيين، كما في مقطع الفيديو الذي يؤكد استهداف مدرسة بالفوسفور الأبيض في مخيم الشاطئ بغزة. إسرائيل استهدف مدارس الوكالة بالفوسفور. هيو فوسفور. هذه المدارس فيها آلاف النازحين، آلاف النازحين. في ناس هناك عالقة، في ناس هناك عالقة يا شباب. بالفسفور. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي عشان يطفوا فيها الفسفور. هيا فسفور. مرة ثانية. تزايد. هاي فسفور، هاي يا جماعة. فسفور على مدرسة وكان، هاي. هاي على الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفسفور اللي اجت على البيوت المجاورة لمدارس فيها آلاف النازحين. مش طبيعيين الناس. ياخذ لك كمان وأمن حالك، أجيب لك شو اسمه هذا؟ لا لا لا. أجيب لك بحلول؟ لا لا لا، كله تمام. صحفي يا عمي، لم يكن استخدام هذه القنابل محصورا فقط داخل قطاع غزة، بل استخدمته أيضا الطائرات الإسرائيلية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية في قضاء حصيبة في جنوب لبنان. في حين كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش عن استخدام قوات الاحتلال الصهيوني الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، محذرين من عواقب استخدام هذه الذخائر على حياة المدنيين. اعتبرت أن استخدام الفوسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان يعرض المدنيين لخطر الإصابة بجروح خطيرة وطويلة الأمد. أما وزارة الخارجية في إسرائيل فتنفي تلك الاتهامات الموجهة لها، على الرغم من تأكيد ذلك بالأدلة المصورة كمقطع الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل. أما ردود الأفعال والتعليقات والأراء المكتوبة حول ما يحصل الآن من استهداف للمدنيين في المدارس بواسطة الفسفور الأبيض كانت كالتالي. نبدأ بالتعليق الأول الذي كتبته وردة، فتقول وردة في تعليقها: أقروا أضرار الفسفور الممنوع دولياً إلا أقروا إضرار الفسفور الممنوع دوليا إلا على غزة. أضرار التعرض الفسفور الأبيض أو كما يسمى بالأصفر يحرق الجسم ولا يبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة قصيرة يسبب السعال ويهيج القصبة الهوائية والرئة. هناك أيضا تعليق من براء تقول: اللهم يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار، أرنا في الصهاينة عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، آمين يا رب. هناك أيضا مداخلة أخرى وتعليق من محمد النخالة: أتمنى أن العالم الإنساني المتحضر يكون هذا العرض بجودة HD قد نال إعجابه، وأتمنى أن تكون الولايات المتحدة راعية الديمقراطية في العالم قد نال استحسانها الدقة التي يصيب فيها الجيش الإسرائيلي الأخلاقي أهدافه. هناك أيضا تعليق من نهى تقول: غزة في حلقهم شوكة، يفعلون المستحيل، يخشونهم لدرجة أنه لم تبقى جريمة حرب واحدة لم يقترفوها في أقل من شهر. كيان إلى زوال، والله معكم يا أهالينا في غزة، الله يحميكم.
تعليق آخر من تمارا تقول: لقد ارتكبوا الكثير من جرائم الحرب، إنهم فوق القانون، يا له من عالم قاس نعيش فيه، هذا لا يطاق. تعليق آخر أيضا من خديجة تقول في تعليقها: الخوف هو اللي بخليهم يديرون هالشي، باغين يخربوا بأي وسيلة كانت، ما خلا وتا حاجة ما داروها، جميع الضربات همجيين وبدون تخطيط، ضرب هنا وهناك وهنا بدون هدف، المهم قتل أكبر عدد ممكن، خوافة وجبناء. أطنان من المتفجرات تلقى يوميا ليل نهار على غزة وغارات جوية دون توقف تحاصر المدنيين بحجة وجود قيادات حماس بين الأحياء وتحت المستشفيات، وأعداد الضحايا من المدنيين لامست 9,000 شهيد، بينهم أكثر من 3,000 طفل من بين الأطفال الذين رصدت كاميرات المواطنين الموجودين لحظة ما بعد القصف بثوان قليلة ما قاله طفل فلسطيني مفجوع مصدوم من هول شدة القصف، يقول: يا ريت كان حلم، ثم يسأل عن والديه إن كانوا أحياء. وهناك دكتور آخر في قصة أخرى قضى وقته في المستشفى يداوي ويعالج المصابين والجرحى، ليتلقى فجأة خبر استشهاد 4 من أفراد عائلته بينهم أولاده الذين قضوا في الاستهداف الصاروخي لمنطقتهم في غزة. قصص كثيرة مأساوية حزينة تأتينا من غزة لتروي حكايات المآسي والمجازر التي يتعرض لها المدنيون هناك، القصف وطائرات الاحتلال لم تستثني أحدا، وكذا تتوالى الأخبار من غزة إلى خارجها محملة بالجراح المثخنة والنزيف الدائم، في حين لا يملك من شاهد كل تلك الفيديوهات إلا الدعاء والمساندة بالكلام واللسان. فكانت هناك أيضا تعليقات وآراء مكتوبة، نختار لكم بعضا منها. نبدأ من تعليق كتبه عمران. هنا عمران يقول في تعليقه: صدقني حلم، الدنيا حلم والآخرة أيضا هي اللي راح نعيشها، الدنيا اللي عايشينها يا حبيبي والله حلم، وبكرة في الآخرة بنصحى من هذا الحلم على الجنة. تعليق آخر من سنة تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وتكرر الكلام إلى نهاية هذا التعليق. هناك أيضا تعليق آخر من بدرية تقول: ما يصير والله شيء يقهر، بس نكتب من خلف الشاشات والشعب يموت، نبي هاكر قوي يدخل على أنظمة إسرائيل ويعطلها. إذن بهذه القصة من غزة وصلنا بكم لختام برنامج متداول لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.